بكم إخواني وأحبائي الأعزاء المشتركين بالقناة على اليوتيوب، معكم الفنان توفيق الذهبي عازف الأورج والموزع الموسيقي في البرنامج التعليمي للأورج بأشهر الأغاني العربية والمغاربية وكذلك التعريف بالمقامات العربية. فالمرجو منكم دائما السبسكرايب واللايك والشير. اليوم غنديروا مقدمة الموسيقية لأغنية مذهلة لفنان العرب محمد عبده، فابقوا معنا. المقدمة الموسيقية لأغنية مذهلة للفنان محمد عبده هي بياتي على الري. بياتي على الري اللي كيبدأ من الري من هنا، والبياتي على الري كتكون فيه المي بالربع تون والسي بيمول، المي بالربع تون والسي بيمول. وكما مر السي بالربع تون فقط، كما مر يعني كتكون داخلة بعض المرات. غناخدو ايقاع رومبا خليجي على سرعة 140، خلينا تقيل شوية، ثم نبدأ المقدمة بدون موسيقى. هذه هي الأدليبي، كتسمى الأدليبي يعني المقدمة. نعودها، نعودها بالكلارينيت. هذه هي المقدمة أدليبي. الآن غندخلو بالإيقاع، نديرو بعض الدورات. طبعا هذا مقطع من المقدمة ومازال غنوليو في النهاوان. غنعاودو هذا المقطع، كنبداو من هنا، فغنعاودوها ونفصلو هنا، كندوزو على السي بالربع تون. غنعاودوها هنا، بياتي على الري، هنا كنمرو على السي بالربع تون. Thank you.
دابا الان غنعاودوا المقدمه بالايقاع ونكملوا عليها. ملي ندخل للغناء فنرجعوا للمقطع ديال اللي اصبح نهاوند، فغيولي عندنا نهاوند والنهاوند مثل البياتي على الري، فيه السي بيمول ولكن ما فيهش المي بالربع تون. النهاوند على الري ما فيهش، في فقط السي بيمول في السلم الموسيقي، والنوطه الحساسه الدو دياز هذا في النهاوند. لان في المقطع الثاني غنمشيو بالايقاع، غنمشيو المقطع الثاني اللي غتصبح فيه نهاوند. البياتي، تنعود للبياتي، فكما لاحظنا هذا المقطع غنديروه بوحدو، فغنديروه ثم كنعودو للبياتي هنا، طبعا هذه ما تجيكمش صعيبة لأن فقط الممارسة، يعني غتقدروا تعزفوا هذه القطعة إن شاء الله كاملة ماشي غير المقدمة الموسيقية. الآن غادي نعاودوا المقدمة الموسيقية كاملة باش تاخذوا عليها فكرة عامة. ففي البداية كنبداو
طبعا كانت هذه المقدمة الموسيقية للأغنية الرائعة مذهلة للفنان محمد عبده. كنتمنى لكم الاستفادة، وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.